فضيلة الشيخ وفقكم الله، أسئلة كثيرة تسأل عن ما هو التوجيه الشرعي تجاه ما حصل قبل أيام من تجاوزات من شخص في حق الله تعالى وحق رسوله صلى الله عليه وسلم، تجاوزات يقول لم يجرؤ عليها إبليس، نسأل الله. هذا الحمد لله تكاثرت عليه الإنكارات، تكاثرت عليه الاحتجاجات، وستقوم إن شاء الله دار الإفتاء بنصيبها من ذلك. ويذكر أنه يدعي أنه تاب مع أنه ليس له توبة، الذي يسب الله ورسوله ليس له توبة، لكن هو يدعي أنه تاب، أو أن أحد يدعي له أنه تاب، هذا لابد من محاكمته، لابد من محاكمته، ولابد من إجراء العقوبة الرادعة عليه. نعم. والمساعي إن شاء الله جادة في هذا، وسينصر الله دينه. نعم.